كان أهل الأرض يعيشون التيه في ظلمات الدنيا بعد أن ترك الكثير منهم أديانهم التوحيدية. بدأت البشرية تتجه إلى نهاية المطاف، ولا بد من نظام كوني ينقذ هؤلاء الغارقين في بحر الخطايا. اختار الخالق العظيم جل اسمه دينا تكون شريعته خاتمة للشرائع السماوية، وهنا لا بد من حامل لهذا الدين لا يشبهه أحد من السابقين، فيه جميع الكمالات البشرية. عندها اختار الرب جل وعلا نوره العظيم، اختار ذلك المخلوق الأول لهذه المهمة، ذلك المخلوق الذي خلقه قبل خلق السماوات والأرض والملائكة، وكان الخالق ينظر لذلك المخلوق ويخاطبه قائلا: يا عبدي، أنت المراد والمريد، وأنت خيرتي من خلقي وعزتي وجلالي، لولاك ما خلقت الأفلاك. عندما هبط ذلك النور إلى عالم الدنيا، تغير وجه الكون إلى الأبد. لقد سقطت الأصنام التي عبدت من دون الله تعالى في ذلك اليوم، وخمدت نار المجوس المشتعلة لألف عام، وارتج طاق كسرى، وانقلبت عروش الملوك في كل الأرض، وأصبح كل ملك مخرسا لا يتكلم في يومه ذاك. وبطل سحر السحرة، وملئت السماء بالشهب، حتى قالت قريش: هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتاب يذكرونه. وأغلقت أبواب السماء بوجه عالم الجن، ورميت الشياطين بالنجوم، لقد ذعرت مخلوقات النار، فلم تر مثل هذا الأمر من قبل. حينها هبطت الملائكة يقودهم جبرائيل، فصاح إبليس: ماذا حدث يا جبرائيل؟ فقال: لقد ولد النبي الخاتم، ذلك أول الأنوار الخمسة العالين الذين ذكروا في كتاب الله الكريم. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قريش سألوا الرسول صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ قال: إني كنت أول من أقر بربي وأول من أجاب، حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، وكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله. كل الخلق عاش هذا الامتحان في عالم الذر، وأول من نجح فيه الرسول وآله والأنبياء والصالحون، وفشل آخر. لقد بشر الأنبياء جميعاً بالنبي الخاتم، وكان المؤمنون ينتظرونه، حتى إن كهنة اليهود ورهبان النصارى علموا بأن خاتم الأنبياء ولد حين رأوا معاجز ولادته، وكانوا يبحثون عنه، لأن صفته وبشارته قد ذكرتا في جميع الكتب السماوية، لكن الله ستره عن الوصول إليه. ساد في أذهان بعض الناس بسبب بعض الأفكار المغلوطة إن الرسول لم يكن يعلم أنه نبي، ولما بعث تفاجأ وتوتر. والسيدة خديجة عليه السلام ذهبت إلى ورقة بن نوفل فأخبرها أنه نبي، فجاءت وأخبرته، وهذا في الحقيقة يتناقض مع المنطق والحقيقة. كيف لا يعلم وهو القائل: كنت نبياً وآدم بين الماء والطين؟ نشأ الرسول صلى الله عليه وآله في شبه الجزيرة العربية عند بيت الله الحرام، حيث التناقض كان هو المسيطر على طابع ذلك المجتمع المتقلب يومئذ،
فما بين أصالة العروبة والأعراف النبيلة والشجاعة، وما بين الهمجية والعادات الذميمة. فأقل ما كان يسوده طابع ذلك المجتمع المتفكك إنهم كانوا يقتلون بناتهم، وتغير أقوام على أخرى لسلب ما عندهم من خيرات. وكان لهذه الظروف القاسية في تلك المنطقة أثر كبير على نفس الرسول المكرم، فلا بد له من صبر تعجز عن فهمه ملائكة السماء. فلم يكن مجرد كلام حين قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. كان يلقب بالصادق الأمين، وكانت الناس تحتكم له حتى يحكم بينهم لصدقه ونزاهته حتى في الجاهلية. وبمجرد أن قال: لا إله إلا الله وإني رسول الله، انقلبوا عليه وصاروا يصفونه بالكذاب والساحر، وصاروا يرمونه بالحجارة حتى يدموه. والإمام علي عليه السلام كان يفرقهم ويدافع عنه منذ الصغر. هنا الواحد يحتار، هؤلاء رأوا معجزات الرسول صلى الله عليه وآله ولم يصدقوا؟ نعم، للأسف كل أهل الكتاب كانوا يتذكرون معجزات موسى عليه السلام فالق البحار، ومعجزات عيسى عليه السلام محيي الموتى، وكذلك المشركون كانوا يسألونه بأن يأتي بالمعجزات. وقد تخطت معجزاته حدود الأرض كشق القمر حين طلبوا منه ذلك، فأشار إلى القمر فانشق جزئين بإذن الله تعالى، فقالوا: سحرنا محمد. وأما أشهر معجزة له في بداية بعثته فهي الإسراء والمعراج، إلا أن جحودهم أعمى بصائرهم. هل كان لهذه المعجزة سبب آخر غير هداية الآدميين؟ هناك سبب آخر لمعجزة الإسراء والمعراج يجعل الإنسان حيران أمام عظمة هذا المخلوق عند الله سبحانه وتعالى. هذا الجواب يرويه الإمام موسى الكاظم عليه السلام، يقول: إن الله لا يوصف بمكان ولا يجري عليه زمان، ولكنه عز وجل أراد أن يشرف به ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم بمشاهدته ويريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه. الله أراد أن يشرف الملائكة بمشاهدة الرسول. ارتقى إلى السماوات السبع حتى بلغ موضعاً لم يطأه مخلوق قط. قال فيه جبرائيل المتوقد بالنور: لو دنوت أنملة لاحترقت. لقد وصل إلى مرتبة لا زمان ولا مكان كهذا المكان، شيء فوق عقل الإنسان. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. اخترق كل حجب النور، قاب قوسين أو أدنى يعني أقرب، وصل إلى مرتبة فوق إحساس الكروبيين الذين هم سادة الملائكة، وأطلعه رب العالمين على علم كل شيء وأوصاه بالولاية. إلا إن معجزته الخالدة كانت القرآن الكريم الذي تحدى به أهل الفصاحة والبلاغة، فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، بل حتى بآية واحدة. تعامل النبي مع مزاج الناس وتحمل أقصى الصعاب في أم القرى، وهي الأرض التي نشأ فيها ليهدي الناس ويبث فيهم علوم السماء، بوصفه نبياً أمياً يعيش معهم. النبي الأمي، هذا لقب الرسول صلى الله عليه وآله، قالوا يعني لا يقرأ ولا يكتب. الخالق علمه علم السماوات والأرض، كيف لا يقرأ ولا يكتب؟
هذا السؤال تم توجيهه إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام فأجاب: ما تقول الناس؟ يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب، كذبوا عليهم لعنة الله. أن ذلك؟ والله يقول في محكم كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب ب73 لسانا، وإنما سمي الأمي لأنه كان من أهل مكة، ومكة من أمهات القرى، كما في قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها. إن أعظم غاية بعث لأجلها الرسول الأحمد هي ما وصفه بها رب العزة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عندما نطلع على سيرته سنقف أمام عظمته بانبهار، فهو ليس له نظير في الخلق. وعندما نجمع المصادر نجد أنه كان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد، ما ضرب امرأة قط ولا ضرب خادما قط. ومن عظيم أخلاقه، وبعد أن قتل أحباؤه وأعزاؤه، وبعد اجتماع أبي سفيان مع أعدائه بعد فتح مكة خائفين من انتقامه، ماذا فعل؟ بكل بساطة قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، بهذا الرجل أنقذنا الله. السلام على صاحب السكينة، السلام على المدفون بالمدينة، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد الله، ورحمة الله وبركاته.